يواصل المعسكر الصيفي العاشر والذي تنظمه الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين فعالية أسبوعه الثاني، وذلك بتقديم المحاضرات والبرامج وورش العمل التعليمية والتثقيفية والفنية التي تهدف إلى توجيه طاقات الشباب البحريني بما يعود على الوطن بالنفع والفائدة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة الأستاذ محمد أحمدي، مدير مشاريع التنمية الثروة البشرية بتمكين. أهلا بك أستاذ. كيف يمثل المعسكر الصيفي دعم لأهداف تمكين ضمن منظومة البناء التي تشهدها مملكة البحرين، خاصة وأنه اليوم أتم يعني موسمه العاشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة. طبعا معسكر الصيفي احنا من أقدم الشراكات وأنجحها أمانة مع شريكنا وزارة الداخلية، وطبعا يأتي من ضمن اهتمام صندوق العمل تمكين في الاستثمار في العنصر البشري، وبالتحديد نتكلم عن سيجمنت الشباب أو عنصر الشباب اللي هو مثل مستقبل سوق العمل. نعم. والهدف الأساسي طبعا الاستراتيجي اللي نحاول نحققه طبعا أن نعطي البحريني الخيار أنه يكون هو الخيار الأمثل لسوق العمل. إذن طبعا كما ذكرنا بأن هناك استحداث لبرامج وفعاليات جديدة، في وجهة نظرك كيف يمكن أن تتكاتب أو تتكامل مع أهداف المعسكر؟ طبعا يعني احنا بعد كل نسخة نقعد مع شريكنا ونشوف المخرجات ونشوف رأي الشباب هو الأهم طبعا. نعم. وكله يأتي ضمن احتياجات السوق المستقبلية. اليوم استثمارنا في الشباب هذه يمثل استثمار للمستقبل، فاليوم نتكلم عن تكنولوجيا متجددة، نتكلم عن حتى أنظمة متغيرة في سوق العمل، نحاول نعكسها بالسوق شيق جاذب للشاب حيث انه يعني تكون له الاسبقيه والاولويه، وبعدين ممكن حتى لا ننسى المحطات اللي راح يعني يتجه لها، سواء اختيار التخصص الصحيح في الجامعه او حتى ممكن حتى ياخذ فكره اوسع واشمل عن ما هي سوق العمل. نعم. رياده الاعمال. نعم. وبعض المهارات الاساسيه اللي يحتاجها الحياتيه في اتخاذ قرارات مصيريه تهمه مستقبلا. اي ان هناك متابعه بعد يعني انتهاء هذا المعسكر الصيفي لتحديد ما تم تطبيقه على ارض الواقع، هل يتم هناك هل هناك متابعه؟ طبعا بدون المتابعه امانه كان ما وصل المشروع الى هذا المستوى اللي. نعم. حاليا قاعدين نحصل اشاره كبيره عليه امانه. اليوم المعسكر نتكلم عن أكاديمية يعني فعلا لها مخرجات يتم قياسها. نعم. وفي تغذية راجعة ترجع كتخطيط للسنة اللي بعدها. اليوم نتكلم عن فوق 10 سنوات تقريبا احنا نقوم بهذا العمل. العمل تطور كثير أمانة ونعكس على المحتوى الممتاز اللي وصلنا له اليوم. إذن من المنامة الأستاذ محمد أحمد، مدير مشاريع التنمية الثروة البشرية، شكرا جزيلا لك.